يعني الحمد لله رب العالمين. شوف يا مدري مين انت او مدري مين انتي او اي طاقة، يلا طيف يلا طيف من طاقات الانس اللي بيبعته، يلا طيف يلا طيف. يس، دخلت ما دخلتي دخلت المشهد ده، ما هو مشهد الطاقة الانسية دي اللي it's not yours. ليش؟ لأنه ماني شايفتك. فواضح جدا انه انت اللي دخلتي عليا. خلاص، بتكلميني على اولادك، بتكلميني عن نفسك، بتكلميني في حاجة ما تخصني، اني جاية خلسة، وكمان بترمي بلاقي عليا. المشكلة بقى انه حسبي الله انه مالك غير ربنا، مالك غير اللي خلقك، مالك غير اللي اداكي هذه الطاقة والقدرة على انك تعمل الأذية. يعني مالي اللي هو فصبرا جميل والله المستعان على ما تصفون، لكن ما حفضل ساكتة على أذاكي، حقول أي وعلي صوتي وأقول إنك جيتيني خلسة بتعملي لي أذية، لأنه اعتديتي على مشهدي تخرجيني من سكينتي، من حالة الرزق الهدوء اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني إياه علشان ترمي عليا بلاكي. هي دي قصتي معاكي، انك تفتح الباب وتدخل كده من غير استئذان. عشان ايش يحصل؟ ايوه، حسبي الله والله. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس، من مشوار الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تمام، ايوه، جمعة مباركة، كل حاجة حلوة. أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك كطاقة أنثى معتدية. لا، لهم أولادي ولا اللي خلفتهم، ما هي مشكلتي، ما هي قصتي، انت اللي جيتي عندي بتعتدي عليا، عندك مشاكل روح للي خلقك. Do not come here. You're not welcome.